تاني. لارا رين وتانيا عاصي. تانيا وين شو ينحك؟ بعدها جلبوطه. انا ما اليوم برا، انا ما لي حق فوت على الجنه. ليه؟ وقت تشوف المسرحيه بتشوفوا لي. بس مش معقول بالابيض وطلتكم شو حلوه، بتجننوا بتجننوا. هلا كل اللي بفوتوا اللي بالجنه لازم يكون عندهم شوي منيح، كله على الطاير ما في على الغاطي. توت كتب انه هلا كثير عاشقه بالجنه، ما في لا، وفي طلب كثير كبير على الحريات. كثير في طلب على الحريات. يعني بدنا واسطه تنفوت. ومسابه حدكم نانا لابسه ابيض. تفضلي معنا الجنه. وتوني ومارك اذا بيشيلوا البليزرز كمان بيصيروا. انا اذا بشيل البليزرز كمان كمان خط يلا يلا هات لنا شلح كلنا شلح توني. لا توني يلا ما تشيلش يلا. هاتي هودي ملائكة أو الشياطين مش ملائكة. عم بيقولوا لي إيه يلا اسمع. أكثر شو عاملت ما قدرت. ما أنت هدول حوريات شو عاملت. يعني شغلتهم تكون مبسوط. بس هلا بدنا نعرف أنتم نازلين لعنا دغري، قديش عندكم وقت على الأرض؟ لا نحن أخذنا إذن، يعني قلنا لهم إنه تروحوا نشرب كاس إذا ما عندكم وقت. عنا 10 دقايق. عنا 10 دقايق و100 ألف واسطة تنقدر ننزل، وقالوا لنا سبيشل لحديث البلد. قبلوا انه الله بحبنا. فينا نقول الله بحبنا. مروه لارا وتانيا انتم بطلات على طريق الجنه، المسرحيه الكوميديه الساخره اللي رح تنطلق الخميس ب 28 ايار على مسرح مونو. مزبوط. وبتستمر ل 18 حزيران. الحبكه كريستينا لارا مايا تانيا وميريام مروه. مزبوط. ثلاث صديقات من طوائف مختلفه رح يتعرضوا لحادث سير وبيلتقوا على ابواب الجنه. واللي ما بيكون فيها محل الا لشخص واحد، وهيك بيبدا الخلاف بيناتهم على احقيه الدخول ضمن سلسله مواقف كوميديه بتحمل رسائل انسانيه ووطنيه. مزبوط. عديده. مروه انت ممثله وكاتبه ومخرجه معروفه، وعلى طريق الجنه من كتابتك بالاشتراك مع ساندرا خوام. ومن انتاجك دغري الحق. اكيد. اكيد. ومن انتاجك الخاص، وهي مسرحيتك الثالثه بعد زنود الست. مزبوط. قتل مارلين. عرفتي مين قتل مارلين؟ كذا شخص. يعني بديها شوي الطاسة، يعني شوي مثل مثل الماليس شوي انه عم نعمل ايه، بس اخر شيء ما بنعرف الحقيقة مثل ما بنعرف الحقيقة بلبنان دائما، فهي لطشة كمان عن وضع البلد. يعني للأسف. شو اللي خليكي هالمرة تركزي بالدرجة الأولى على البعد الوطني؟ هي أول شيء المسرحية كان عندي فكرة إنه عن الجنة، يعني أنا من نحن وصغار بيحكونا عن الجنة، وهول الصور بقيوا براسي، وشو رح يصير بعد الموت وكل هالأسئلة. ففكرت إنه ليش ما بنتين يلتقوا على باب الجنة، بعدين صاروا ثلاثة. طب هن قدام باب الجنة لازم يتحاسبوا، طب يتحاسبوا حسب شو؟ حسب دينهم. ففتنا بقصة الدين، وبعد الدين انطلقت من الدين لأوصل على رسالة وطنية. الفكرة كتير حلوة وكتير ذكية، ورح نشوف انه هيدا اللي خليك تجي من فرنسا حتى تعمليها. في اسقاطات كتير على الحياة السياسية بلبنان، ويمكن عم بتجربوا تقولوا انه الفراغ الرئاسي هو هالكرسي، يمكن اللي الكل بدهم اياها، ولا هلا هو شو رح يصير؟ ما بدي افضح كثير المسرحية، بس انه رح يقدروا يفوتوا على الجنة على شرط يعملوا مشروع مشترك. وهي فكرة المشروع المشترك هي إذا بدك لطشة إنه إذا بيقدروا إذا فينا نعمل بلد. نعم. فهل هالبنات من طوائف مختلفة رح يقدروا يتفقوا فوق بالجنة؟ وهذا اللي رح نشوفه بالمسرحية. قبل ما نكمل معكم خلينا نشوف السبوت الإعلاني الخاص بمسرحية على طريق الجنة، كتابة مروة خليل وساندرا خوام وإخراج سادي زين. بلاير باسم. بدنا نوصل، كتبتي شي محل للأدريس؟ وين صرنا؟ مش إيش عشي؟ لحظة شوي، في أرما هون، شو بتقول؟ انتبهي. عطريق الجنة مسرحية لمروة خليل من كتابة ساندرا خوام ومروة خليل،
إخراج شادي الزين. ابتداء من 28 أيار بمسرح مونو. البطاقات عن مكتبة أنطوان. لارا بتعرفي توت هون شغلته يعني يحرقس، اوكي بيكتب اشي على اسفل الشاشه، البيت ترين من اي قضاء منيحه من قضاء مونريال. لارا انت مغنيه وممثله معروفه، تابعك الجمهور مؤخرا بفيلمين غدي ونسوان، ومن بعد ما اشتهرتي بغنائك المنفرد بحفلات الفنان زياد الرحباني، وبالمسرحيه انت كريستينا المسيحيه اللي بتأدي كل فروضها الدينيه، بس بالعمق ما بهمها الا شكلها، يعني بتبين سبيريتوال بس هي سطحية. مزيد. شو اللي استفزك أكتر شيء بهالشخصية؟ أنا ما بتشبهني أبداً. حبيتي تلعبي هالدور اللي منه أنت؟ إيه أنا دايماً بنقي دور ما بيشبهني، وبالأول بكون ما بحبه إنه ليها هيك وليه بتعمل هيك وليه بتفكر هيك، وبعد شوي بتعلق فيه. هلا كريستينا كثير بحبها، كثير مهضومه بلاقيها. تاني عاصي، انت ممثله لبنانيه محترفه من 13 سنه، تركت لبنان بعمر ال 20 سنه ودرست التمثيل بامريكا بالامريكان اكاديمي اوف دراماتيك ارتس اللي خرجت اهم الممثلين مثل جريس كالي وداني ديفيتو، وانت اليوم عايشه بفرنسا مطرح ما عم بتشاركي بخمس مسرحيات مهمه، عم بتجول بمناطق فرنسيه، خمس مسرحيات بذات الوقت؟ يس. اوف. اي هن من نفس الكاتب. نعم. بس وي ار بوكت، يعني مثلا كل مسرحيه له بتلعب بصاله بكل انحاء فرنسا، وبالصيفيه بيلعبوا بباريس. بس هالقد حبيتي انك تركت الخمس مسرحيات وجيتي على انا تركت لانه صراحه اول شيء كان شوقي للبلد، كثير كثير بحب بلدي، وثاني شيء رغبتي انه العب بالعربي. ما بحيت العب بالعربي، وفور مي اتس ا تشالنج. اكيد اللعب بالعربي ما بيعطي قيمته لحدا. انه لارا شو رايك تغني شيء مع مات؟ ايه اكيد. اوكي انجلز بيتلز ايماجن ايماجن تمشي مع الفام تبعكم مع ذات الهيدا. اوكي سي بون ايماجن ايماجن اول ريليجنز غيريها جون لينون. Imagine there's no heaven. No heaven. It's easy if you try. If you try. No hell below us. Above us only sky. Only sky. Imagine all the people sharing all the world. Dreamer, but I'm not the only one. No, you're not the only one. I hope one day you'll join us, and the world must live this one. Beautiful. The great. للغريت جون لينون، الغنية اللي ما بتموت يعني. Thank you. Vous êtes communiste. Non, non, pas vraiment. Oui, si vous voulez. Socialiste. Socialiste, oui, un peu plus. Humaniste, c'est ça. Et Greenpeace, c'est un peu plus ça, oui. Greenpeace, voilà. لكن بدي الكل ليستمتعوا بقصة على طريق الجنة ونصة الزكي، معكم مروة وتانيا ولارا على خشبة مسرح مونو بين 28 أيار و 18 حزيران المقبل، والحجز بمكتبة أنطوان. مروة، لارا وتانيا، وانترفيو 3-2-1، أوكي؟ أوكي. كل واحدة عندها سؤال. بدكم تبلشوا، كل وحده عندها سؤال، وبدكم تبلشوا من الاقل اهميه للاكثر اهميه، مشان هيك 3-2-1 بالقلب يعني. يعني أوكي. اذا بنقول ثلاثه بيكون يعني مثلا مروه، الحريه، الجنس، الكرامه. اوف جنس اهم شيء. ما فينا كثير نحكي لانه بنخاف كمان بالجنة اذا بدنا نفوت على اذا ما عجبهم الجواب. لا 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 بس انت مروه ما بتخافي، انت مروه ما بتخافي من شيء. نحن طب كفري عن خطاياك فوق. يا 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 قولي جنس اهم شيء. جنس، كرامه، حريه. حريه اهم شيء، الحريه. والجنس شو؟
ما فينا نحكي اذا ما في ما بيطلعونا اذا ما في حريه ما في حريه جنسيه ايه ما في هيها برافو لارا كاريزما جمال ذكاء جمال كاريزما ذكاء تانيا غنى ريشيس جمال قوة شخصية غنى غنى على شيء ايه جمال قوة شخصية اهم برافو برافو